محمد مجدي، استشاري ورئيس قسم كهربة القلب مستشفى القصيم. المريض اليوم مواطن إماراتي كان بيعاني من تشنجات عامة في الجسم، وتم إرساله لقسم الأعصاب، وتم استبعاد أي مرض بالمخ، ولوحظ أن أثناء التشنجات يتم توقف عضلة القلب، كهربة القلب يتم توقفها تكاد تصل إلى 8 ثواني. تم وضع لي بطارية حديثة جدا لاسلكية داخل القلب تزن حوالي 2 جرام عن طريق جديد، ليس عن طريق عمل جراحي بل عن طريق الوريد الفخذي، وتم وضع الجهاز في أقل من 15 دقيقة، والجهاز كان ناجح الحمد لله بنسبة 100%. وزي ما قلت من وزن البطارية 2 جرام، مفيش احتمالات لالتهابات ممكن تحصل على الجهاز أو عمل جراحي أو سلك يتم ربط سلك أو فك سلك. ساعات بيبقى فيه إزعاج كتير للمرضى من إحساس إن في جهاز محطوط شكله بارز أو باين، مفيش أي حاجة، ممكن حتى المريض مع الوقت ينسى إنه مركب جهاز. المساهمة الأساسية إنها قالت نسبة الإنفكشن والالتهاب اللي ممكن تحصل على الأجهزة كجزء كوزماتيك. نسبة التشوه أو نسبة الجرح اللي بيبقى موجود حوالي 4 أو 5 سنتي خصوصا في النساء، فده مش هيبقى موجود. وفي نفس الوقت كعمر بطارية، جهاز أصغر داخل القلب المريض مش حاسس بيه، وبطارية زمنها أطول ممكن توصل 12 أو 13 عام. فكل دي مساهمة تساعد المريض على صحة جيدة، كهربة قلب قوية من غير تعب ولا مجهود، وفي نفس الوقت التركيب نفسه زي ما قلت لحضرتك 15 دقيقة. فالطريقة التقليدية كانت ممكن تاخد ساعة ساعة ونص زي ما قلت بعمل جراحي. فكل الأشياء هذه تجنبناها بالجهاز الصغير.